السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شباب في فيديو ثاني نجرب فيه لعبة رهيبة. معكم محمد البسيمي ومعايا فهد الشيخة. حلو. هلو. واللعبة هذه لا حد يجي يقول لي لعبة بزارين ولا لعبة، اللعبة رهيبة مو بصاحية، ما يلعبها للكبار لأن الألغاز اللي فيها صعبة. أم المطور سوى لعبة رهيبة قبلها جننت الناس اسمها بريد. اللعبة اليوم نزلت والتقييمات حقتها نزلت في المواقع 9 من 10 و10 من 10، جننة العالم، يبون يعرفون ايش الرهيب فيها. صح. فحنا راح نلعبها احنا من البداية، لا تخافون ما في اي سبويلر، ما راح نخرب عليكم اللعبة ولا شيء، بنلعب بالبداية بس نشرح الفكرة الرئيسية حقت اللعبة. فنبدأ بالبداية نكون في نفق فهد ونمشي نشوف ايه شو بطيء ايه يعني نسوي جو يعني عرفت ايه وش صار. اوكي طبعا اللعبه اللي ما يعرف هي تصوير منظور الشخص الاول، اوكي يعني ما تشوف الشخصيات، تشوف كذا بس اللي قدامك ايش، وعالم مفتوح الغاز، عالم مفتوح والغاز، فكره عجيبه من جد. خلينا نشوف ايش رهيب فيها. اوكي اوكي كذا الطريقه اللي تحل فيها الالغاز، هذا اول لغز سهل وصل النقطه بال اي بس نوريك كيف تلعب اللعبه، اي بس يبدا يعلمك يعني. فالحين نطلع نشوف يمكن نلقى اوكي لغز ثاني. حلو هذا شيء سهل بعد يعني اتوقع. ايه لا من تحت تبدا. اوكي نبدا من الكبيره. طيب حلو مشت معنا. طبعا اللعبه فيها فكره، اوكي هي صحيح لعبه الغاز ومو جديده ان الواحد يشوف لعبه الغاز، لكن الفكره في اللعبه ان ما راح يعلمونك شيء، بيحاولون قدر الامكان ما يعلمونك ولا شيء. يعني دبر حالك تلقى اللغز، حاول تفهم لعبة استكشاف بحت يعني بالضبط. تمشي سوي اللي تبغى تشجو ما تقوم في حوار يعني زي الغابة وكذا واشياء وكلها ألغاز. اوه شوف هذا يعني هو هذا اللغز مثلا هذا شكله معقد شوي يعني بدأ بالتعقيد طبعا. طيب الفكرة اني بس ابدأ من نقطة تبدأ البداية تبدأ من الدائرة وتروح للنهاية. طيب نشوف من هنا يعني حلو اوكي الحين طبعا صار شيء صح تلحقون هذا النور اللي طلع عشان تعرفون ايش تسوون. اي شوف ما حد قال لي هذا الشيء، هذا الشيء انا استنتجه من نفسي، هذا حلو في الجيم خليك تستنتج اشياء من نفسك. اوكي هذا اللي اوكي هذا الثاني اوكي هذا كنا بيعقد شوي بس ورهم فهد انه يعني طبعا احنا عشان عارفين اللغز لكن في البدايه الواحد يحوس يعني مثلا من الاشياء اللي بتتعلمها انك ما تقدر تمشي الخط فوق المكان مشيت منه من قبل سوها. اوكي اوكي يعني اغلط فيها. اوكي اغلط فيها يعني ورهم عشان يفهمون الفكره. امشي يعني حاول ترجع شوف ما تقدر فلازم انك المكان اللي تمر منه تمر منه مره واحده ولازم نوصلها للمكان اللي فوق هذا طبعا غلط كذا ايه اكيد من هنا ايه امشي فروح فوق كذا هاي ذكرني في لعبه هذيك اللي معك زي حديده وفي اشياء اذا لمست الحواف تطلع صوت ما لعبتها والله يلعب فيزيكال كنت تلعبها بالملاهي كذا. طيب هنا الحق الثانية أو الثانية فوق رايح فوق ذا رايح فوق هذا مو مشكلة خش من هنا شوف شيء أوكي هذا أو اللغز نازل هنا حلو أوكي. هذا معقد شوي أكثر أوكي نبدأ من هنا طبعا تقدر عادي أو ما ضغط بداية وريك النهاية وينها شوف فوق على اليمين وصل هناك يعني أوكي أوكي أمشي حلو نكمل بظن الحقه يا اخي لاحظت ان العالم جميل كذا ورود تحسه أيه يفتح النفس من جد هذا حلو حركه حلوه صراحه انك تتحمس انك تستكشف كل شيء. اوكي واضح ان اللغز اللي هنا انفتح فتحنا هذه احنا الاولى أيه هذا الباب الكبير راح نفتحه من هنا لاحظ في اثنين سلكين يا اسميهم هوزن سلكين سلكين لسه ما اشتغل ما راح نستفيد اي لازم تفتح السلكين الثاني في اشياء تغطي الحقهم اوكي ما الحق الاسلاك السوداء ما انت في اشياء لازم تسويها عشان تفتح الباب عندك مسارين الحق واحد منهم يلا هذا واحد يخف عليك انك انت اللي موجود في العالم هذا وقاعد تتصل اوكي هذا اللغز يا حبيبي وش الحوسه ذي لا بسيطه بس هذا هنا في فكره جديده ان عندك مكانين تبدا فيها مو كنت تختار اي واحد يعني واحد بيكون غلط بالضبط ايه طيب نبدا من هنا مثلا اوكي الثاني هو الصح الثاني هو صح؟ ايه عرفت انت ايه لا بس قريتها كذا وانت هذا قاعد تفكر فيها يمين اي صح يسار فوق يسار لا يسار 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 تحت يسار تحت كذا يسار فوق يسار فوق لا لا تحت يمين ايوه فوق اورايت طيب معناته الحين باقي واحده هذا لاحظ من الحالها عشان كذا مخلينا صعبه شوي طيب الاخيره وين؟ هنا في الجنب
هذا هو شوف اي هذا ايوه كان حق الهوس على قوسك لان تعرف فوق العشب كان هوس سل كهرب خلاص طيب او من هنا خش الغرفة دي يلا يا سلام يا اخي قاعد سناسي فيه ما ينقذ اللاعب ولا شيء بس انه لا هذا المكان اللي جينا منه هذا هو اللي كان ينور اي كنا جينا احنا من هنا اجى في مدخل ثاني للمكان يقول لك اللاعب ما ينقذ ولا يسوي شيء ثاني ما في اي زي بس تحكم كذا اي امشي واستخدم هذه ايوه خش المنطقه اللي ورا كم هنا اي شو شو هذا طلع الهوس عجبتني كلمه هوس بستخدمها الكلب يسميه هوس طيب اوكي خلينا نشوف من هنا نبدا من هنا طيب المشكله عندك احنا اي واحد فيهم خلينا نشوف شيء نبدا اي واحد عندك تواب ما تفرق اي ما تفرق يمين فوق يمين لا فنتين لغزين اوكي يلا كمل على الثاني ما ادري ايش طلعني هو ترى انا خاف انه يصير ابدا من نفس النقطه بعد لا اوكي لا شوف وصلت هذه خلاص اشتغلت ايه وصل الثانيه ايه الحين بس الثانيه من هنا اتوقع لا نفس الطريق اللي كنت ماشي برضو من فوق يلا اوكي يس بدينا بالتعقيد طبعا اللعبه لحظه تختار اوكي طب ارجع شوف يمكن هذا حقنا اي هذا حاليا ما نستفيد منه ولا هذا توقع سيكرت في يس واحده من الاشياء اللي قريتها عن اللعبه ان فيها اسرار كثيره مو لازم تحل كل لغز في اللعبه تقدر تحل كل لغز لو تبي تقعد تمضي ساعات طويله اللعبه بشكل كامل 20 الى 30 ساعه حسب المطور فما يحتاج تحل كل الغاز اذا بس تبي تخلص اللعبه اذا تبي تطلع الاسرار راح تستانس واجد اوكي لغز الباب فتح كله ده كنت شوي بعد في مست هذيك من نفس الالعاب الالغاز اللي لعبتها صراحه هذا بس كذا صوت اربعة بالعربي افتح يا سمسم وش ذا اركض اخي ركض كويس اشوف ابغى يرفع ضغطي هذا ماشي شوي حبي علينا ذا ممتاز لاحظ في طرق هنا والطرق هنا عالم مفتوح وين اروح في ظهر الحركه تقدر تكبر الكاميرا كذا وتشوف العالم من فوق زوم يعني ما اعرف كيف اعتقد بتصير تجي مع الوقت لا مو مشكله هنا ايش فيه اي هذا مهم هذا خلينا نشوف طبعا شباب شفتوا ذا اللغز من اول ما نشوفه كذا ما راح نفهم منه ولا شيء فعلا هذا واحد من الاشياء في اللعبه الرهيبه انه انا وفهد ما احنا عارفين ايش السالفه ابدا ايش المربعات البيضاء هذه وايش النقاط السوداء ما نعرف شيء فايش يقول لك انت تشوف المنطقه اللي حولك تستكشف عشان تعرف وش اللغز هذا وش سالفته فلو نكمل مشي قدام راح تشوف زي اللوحه التعليميه كذا وين هنا اخر شيء تشوف هذيك الزرقاء اوكي حلو طيب لحظه لا تقول لي شيء خلنا اشوف يمكن طيب هذه سهله ابدا من تحت كذا افصلهم عن بعض صح اوكي طبعا اللي شفتوه الان هو واحد من الاشياء الرهيبه اللي في اللعبه تحل اللغز الاول ما تفهم شو السالفه تبدا اللغز الثاني تغلط تقوم تحله مره ثانيه تفهم شو الفكره الفكره انك تفصل المربعات البيضاء عن السوداء زي كذا وانت توصل للنهايه بالضبط الحين البقيه تقدر تحلهم بسهوله اتوقع هذا الاخير هذا في فكره طيب وهذه حفظناها الفكره كذا ايوه خلي اليوتيرن هنا هذا. استفدت انت من المربعات الفاضيه ايه خليتها هي الفراغات حلو وش صار الحين تعلمنا الفكره التدريب هذا كله هذا زي التدريب انا قلت الحين بيصير شيء لا ولا تروفي ولا شيء في تدريب ثاني في المنطقه لازم نحله بعد طيب حلو الحين لازم نحله لون اخضر يفرق حله ما عليك النقاط. الحين لازم نعرف ايش فكرة النقاط. طيب خلينا نبدأ كذا مثلا. خلينا نبدأ نفصلهم. ايش يصير؟ غلط. لازم اكلهم يمكن. يس. زي سناك. ايه زي سناك. طيب اسف يا رب. ارجع هنا. يطول. لا هو شيء. ايوه. اوكي. صح عليك. لا عشان برجع للبدايه لا اصبر انت تذكرها اللي قاعد تلف والله لا ما اوكي لا انا شو بطيق فوق 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 بعدين فوق ايوه بعدين تحت ايوه اوكي شك شك. يا حلو التركيب هذا مره
صح عليك بس كمل كذا يعني؟ ايوه كمل اي صح 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 اوكي مو اسهل من اللي قبله. اوكي الحين عرفت شو بالسود؟ الحين عرفنا الفكرتين ايه؟ نقدر نروح نحل اللغز الصعب الكبير. يلا هيا بينا اركض اركض هنا حلو. اوكي عندنا اربع نقاط بدايه لازم ناكل كل النقاط السوداء وبنفس الوقت نفصل الابيض عن الاسود نفس الوقت. يس يس هذا الفكره من يعني اللغز صعب مره. طيب كذا ما تقدر ما ينفع ما ينفع تبدا من ذي لان حولها نقطتين سود اذا مشيت في مسار المسار الثاني يتغطى. اي صح 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 فلازم نبدا وعندنا واحده من الخيارات الثلاثه ذولي. طبعا هذا ما ينفع لاننا ما راح نقدر نغطي الا نقاط البيضاء السوداء. هذا ممكن ينفع بس انت لا تنسى في شيء مهم انت ناسي. ها اطلع فوق اطلع يلا في اكثر مخرج يمين. ايه بس ما اتوقع ينفع معنا. ايوه كل هذه افصل الاسود. ايوه عندنا الحين شوف بقول لك حاجه لحظه ثلاث ذولي مفصولات الحين اطلع فوق. ايه لا لا فوق يسار كذا الحين السلم مفصوله تحت يسار. ايوه تحت هذا غلط الاسود الحال وصار مو مع الاسود الباقي. ايه المهم انه نفصل الاسود عن الابيض تاكد الفكره. ايه طيب حلو كذا ايوه هنا 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 الفكره كيف تعزل ذي السوداء الحالة هذه؟ ايه كيف تنزل الحالة المفروض الا مع الابيض اللي فوق يصير. ايه طب كذا بعدين شو اصبر لحظه لحظه انا عرفت. لا ما عرفت كذا عزلته يفترض ان عزلته ولا اذا قفلت من تحت يا اوكي ايوه صح تاكد مفروض يس هاي فايف هذه حقيقيه والله افتح الحين متحمسين ما ادري وش داخله ما ادري اللي سوينا كذا جد محمد ليش هنا حنا؟ لا اتوقع انه يكفي اللي وصلناه هنا من جد صراحه خلي الشباب بنفسكم انتم في صندوق في صندوق ايش داخل الصندوق؟ ما ندري ايش داخل الصندوق العبوا شوفوا العبوا اللعبه ان شاء الله عجبكم الاستعراض انا عجبتني اللعبه اعطونا لايك يا شباب عشان نستمر شوفونا ماسكين خط معاكم في القناه صح وان شاء الله الجاي احلى بكره ان شاء الله بنستعرض لعبه ثانيه اسمها شو اسمه؟ ايش اسمها؟ جرافيتي رش جرافيتي رش ريماسترد تذكر غشيت الاسم صح اوكي فجرافيتي رش ريماستر بنستعرضها بكره وتوم ريدر يوم الجمعه نسخه البي سي 60 اطار 1080 بي نوريكم كيف طالعه على البي سي 1080 بي اعلى اعدادات شيء رهيب فتابعونا على القناه يعطيكم العافيه شباب مع السلامه.